عبد الله نازلين ما ادري كم قالوا، وعلوه ما ادري ايش كثر نازلين. الحين ننطر قرار الدكتور عبيد الوسمي. اعلن عبيد نزوله. اعلن؟ إيه؟ متى؟ قبل شوي انا شفت التغريده. قبل شوي اعلن خلاص. انزين الحين عبيد الوسمي بيشفط وايد من مطير. ليش حظوظه اكثر؟ بياخذ من مطير. الحين الباجي عندهم مشكله. عرفت؟ فهي لما يصير يوقفون الفرعي، لما يوقفون الفرعي على اي مقياس خليته انه راح يشفط؟ يعني مثال خلني باخذها باتجاهين ابو عبد الوهاب. انت اثبت لشعيب نجاحه لمواقفه صح؟ الحين عبيد قلت راح يشفط، يمكن عبيد كان متذبذب له انتقاد مع كامل الحب والاحترام له، في تناغم، هذا اتجاهه غير وهذا اتجاهه غير، وهذا ناجح حسب كلامك وهذا ناجح، زين شلون جمعتهم؟ لا عبيد له قبول في من أبناء مطير، أبناء قبيلته؟ اي وعند الشيعة. عند مطير سوينا الدائرة خمس مرات أو ست مرات، ودائما اسمه موجود؟ ما قال بترشح ولا اسمه موجود؟ شلون؟ اسمه موجود؟ اي الكاريزما مالته مثلا تثبت نفسه وماخذ مركز. الحين أعلن، فهذا الإعلان راح يأثر على كل أفخاذ مطير كلها كلهم. أنا مو بس اشتغلت الدائرة، أنا أشتغل يعني أخذ فخذ معين وأشتغله، الفخذ الفلاني كذي. فعبيد مطلوب عندهم طير أكثر. عندهم طير؟ إيه. الشخصية الثانية اللي مطلوبة عند الكل بعد واللي داشة في كل القبائل هي محمد هايف. محمد هايف مقبول. عبيد شو اسمه المويزري. شعيب المويزري. شعيب المويزري. مقبول لدى الجميع. يعني مثلا لما اشتغل الحضر ألقى شعيب ماخذ ثلث الحضر ما شاء الله. لما أشتغل ألقى مثلا ماخذ ثلث هذا محمد هايف ماخذ ثلث الحضر. فأنت شو قاعدة اللي ما يعتمد على قبيلته ياخذ من كل مكونات الدائرة هو اللي يصمد في الظروف اللي احنا فيها هذه.